الرئاسات الثلاث وقادة الكتل يجتمعون للمرة الثانية. مشاهد الحفاوة التي جرت في الاجتماع الأول لم نرها في هذا الاجتماع. أما الموضوع فهو القديم الجديد، ملف الإصلاح والتعديل الوزاري، في وقت أعلن عن مهلة جديدة وتقديم مرشحين جدد تكنوقراط من الكتل السياسية، بعد أن غيرت الأخيرة موقفها الرافض للترشيح في وقت سابق. يبدو أن السيد العبادي قد ضعف أمام تلك الكتل، أو أنه قد أعطى الضوء الأخضر بشروط. يعني الآن هؤلاء الوزراء يجب أن يأتوا من ضمن هذه الكتل السياسية، ولكن بشروط هو يضعها. البرلمان للأسف الشديد أصبح أظهر وجهه الحقيقي في محاربة إصلاحات، أو في محاربة ولادة حكومة عراقية تكنوقراط. البيان الذي تلا الاجتماع لم يأتي بجديد، ويبدو أن ديباجته كانت معدة قبل الاجتماع أصلاً، فهو مدخم بشعارات تحقيق تطلعات الشعب العراقي وإعادة النازحين والحرب على داعش، يضاف لذلك إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وهذا ما استنكره الشارع العراقي الذي بيّن أنه بات يعي أبجديات المسرح السياسي. شنو الضير أنه هاي الكتل تضحي بخلال هاي السنتين المتبقية حتى تطم مصداقية للشارع العراقي؟ أنه إحنا شفنا خلال 13 سنة هم يتراشقون التهم فيما بينهم، وكل يدعي وصلا بليلى، وكل يدعي أنه الحق معه، ولكنهم أضروا بالعراق. هناك مهل تعطى للكتل السياسية في سبيل الوصول إلى حل معين، ولكن 10 أيام هنا و10 أيام هناك، ولكن ما الفائدة من هذه المهل؟ هذه المهل سوف لن تؤدي إلى نتيجة. بحث الأسماء المقدمة لتولي المناصب الإدارية العليا في البلاد قد يكون الطبخة الأساسية التي اجتمع لإعدادها هذه المرة، والتي تفيد بأن رئيس الوزراء باق بمنصبه، والتشكيلة الجديدة ستكون أسماء غير بارزة حزبية أو تابعة للأحزاب بحسب متابعين. كل بوصلة تشير إلى اتجاهها المحدد خلا بوصلة السياسة فهي هجينة وليس لها اتجاه معين، فمن التكنوقراط إلى تكنو الكتل تبدأ أولى حلقات المسلسل العراقي ما بعد اجتماع الرئاسات الثلاث، وكيف سنستبدل علي بعلاوي مثل ما يقول العراقيون. من بغداد، حسين أحمد، قناة بلادي.